تأكيدا لما جاء في تقارير دولية، أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله دخول العراق في خط الفقر المائي، وأن البلاد تعاني من قلة الموارد المائية. العراق معروف أنه أصبح يشكو من قلة الموارد المائية ودخل إلى خط الفقر المائي. كان العراق لا يوجد فيه فقر مائي، حاليا دخل إلى خط الفقر المائي، وهذا يدفعنا إلى الاهتمام بموضوع المياه وموضوع تسليط الأضواء بشكل واضح لهذه المشكلة. وهدفنا أن يكون هناك إسناد للعراق من كافة الدول العربية ودول الجوار بشأن العدالة في توزيع الحصص المائية للأنهر المشتركة بيننا وبين الدول الجارة اللي تنبع منها هذه الأنهر.